عدد جديد من برنامج جزائريون تشاهدون فيها. مناظر صادمة، لحوم مخزنة بطرق كارثية، وانعدام لأدنى شروط النظافة هو حال بعض مطاعم الأكل السريع بالجزائر. يا أيها المدثر قم فأمر. ينطلق الحفظ من السادسة صباحا في المسجد، في مسجد العتيق، إلى الثالثة مساء أو إلى العصر. عكس أقرانهم، أطفال يستغلون العطلة الصيفية لحفظ كتاب الله بالمدارس القرآنية. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن صيف، فالوقت واسع، يعني نقدر نحفظ فيها كتاب الله. راني شاسور تاع بوم زينات من بكري. كنا نخرج الصباح نصيدوا، نروحوا في الليل. مختلف على الأصناف الأخرى كلها. راني مهتم بياسر بوم زينات من ليزاني 50. طائر الحسون أو المقنين من أشهر الطيور التي أثرت قلوب الجزائريين لجمال صوته وشكله.